انت عليكي بالكليبس وكده. بخفة دمها المعهودة، الفنانة إيمي سمير غانم تسافر إلى الرياض وتفاجئ شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم أثناء استعدادها لعرض مسرحية أنستونا. أول حاجة أنا مرة عملت سيربرايز لبابي في 2018، رحت له السعودية وهو بيشتغل مسرح واتبسط جدا. عملت سيربرايز لحسن السنة اللي فاتت 2023 في السعودية برضو، كان العرض خاص لفيلمه وبرضه اتبسط سيربرايز. فدلوقتي انا جيت رياض عشان اعمل سيربرايز لدنيا، هي ما تعرفش انا جيت لوحدي كده وسبت كل حاجه وجيت، فلسه واصله، فعايزه اخش اشوف الرياكشن. دلوقتي هنخش على دنيا ونشوف الرياكشن. اعشق المفاجآت. والله ايه ده يا جماعه، انتي دي حلوه قوي. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. دخلت عليكي بالكليبس وكده. انا لسه بقول لهم في الفيديو. يا صفاء تعالي يا صفاء، ايه مفاجأة؟ ايه؟ لا، انت عارفه من امتى؟